آلات الروح الإنسانية، العقل الذي هو مجهز لاستقبال العلوم كما أن العين مجهزة لاستقبال الضوء، مثل جهاز الكمبيوتر الذي مهيأ لقبول العلوم والمعارف، وفهم أن في نفسه في هذه الروح نفس نزوعية، يعني هذا العقل يأخذ العلم وهذه النفس تقوم فيها الخواطر. الآن هذا العقل إذا فيه معارف صحيحة، علوم صحيحة، يأمر هذه النفس بالطاعة. إذا أطاعت هذه النفس وخلصت من وساوس الشيطان، خلصت من نزغاتها، الآن هذه الحالة التي تكون بين هذا العقل وبين هذه النفس يكون اسمه إيمانا، وهذا ما يقصده علماء الكلام، علماء التوحيد، بالكيف، حالة بين العقل وبين النفس. إذا هذه النفس ما أذعنت للعقل، العقل يقول لها آمني بأن الله واحد، وعلم العقل أن الله واحد، وما أذعنت، يسمى هذا كفرا. فالعقل يختص بالعلم والنفس تختص بالطاعة. هذا العقل علم، إما أن يكون هذا العقل دخل فيه علم معارف صحيحة أو أنه جاهل، وإما وهذه النفس إما أن تذعن فتسمى طائعة، وإما أن تعصي وتسمى عاصية.